الفنانة ليالي، مش شايفة ان اللي معمول لك ده اكبر من حجمك الطبيعي؟ خصوصا دي اول مرة بنشوفك بتمثلي فيها. يا جماعة من فضلكم، كل واحد في المكان ده من حقه يعبر عن رأيه. اتفضل. بعد اذنك برضو انا موافقك ان كل واحد من حقه يعبر عن رأيه، لكن برضو من حقنا نقول وجهة نظرنا. الفيلم اللي احنا هننتجه ده يا جماعة كانت هتنتجه شركة منافسة وعملت له حفلة كبيرة، وانا شايف ان احنا النهارده بنحقق مكسب كبير من حقنا ان احنا نحتفل بيه. ثانيا وده الاهم، النهارده الانتاج الفني زاد جدا في السنوات الاخيره، وده لان الفضائيات زادت ودور العرض زاد، فالانتاج ده محتاج دعايه كبيره، محتاج مؤتمرات كبيره زي المؤتمر اللي احنا بنعمله النهارده. وحياة امي ما هسيبك. ماشي، استنيني بقى، واحنا مش هنخرجوا في يوم من الايام. اتفضلوا لو في حد عنده اي سؤال تاني. الفنانه ليالي، تفسري بايه ان اول دور تعمليه في حياتك هو دور البطوله؟ ليالي ها، ردي على السؤال. مش عارفه. طب اسمحولي انا ارد بالنيابه عنها عن السؤال ده.